معنا اتصال سلطان من حائل. نعم معنا ابو سلطان، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. سلام. شيخ الله يطول لي عمرك عن الاسلام، سؤالي في احنا سمعنا طال عمرك سؤال وما فهمنا الاجابه الحقيقه من الشيخ. السؤال يقول السائل انه فيه ثلاث اخوات او اربع له الرواتب وعنده وساكناتهن وامهن بيت واحد وامهن لها ضمان اجتماعي. احتمال ما يكون لهن ولي امر، هل يجوز انهن يسوون قطعه او جمعيه علشان يسوون ضحيه واحده؟ هذا السؤال الاول. الضحيه تكون من فيها اخي صدق. طيب قضيه الاضحيه. نعم. الاضحيه انكم الأضحية تكون من واحد. نعم. يملكها واحد ويضحي بها عنه وعن أهل بيته، لا يملكها عدد من الناس، إنما يملكها واحد ويضحي بها. فإذا دفعوا له شيء من أجل أن يشتريها ويملكها ثم يضحي بها فلا بأس. نعم.